غاديش نجيو هنايا، ما غاديش نديبلاصاو من بعيد ونجيو هنايا رغم القمع. انا جيت من خريبكا وهنايا كاين اللي جا من فاس، كاين اللي جا من كناس، كاين هنا في كليه الرباط، بنتي هنايا في الكليه ديال الرباط. حنا استائينا بزاف من هذا الوضع، والحقوق ديال ولادنا راه يا اما يتحققوا يا اما حنا معاهم ولو تكون سنه بيضاء. بزاف الملف المطلبي راه عندهم وكيتعاموا عليه. اول حاجه قلصوا لهم سنوات التكوين وما وضحوا لهمش اشنو غادي يكون هاد السنه اللي حيدوا لهم، وما كيقول لك كيقولوا لا سيتيام اني ما كيديروا فيها والو. سنين هادي وهما كيقراو سيتون، يعني ديك لا سيتيام اني ما فيها والو؟ كنا كان فيها والو. هي لا باز، سي لا سيتيام اني كي فورم دو بون ميدسان، راه هي لا فورماسيون. كاين دول مي عندهم شوف راه شوف كيديروا دي زاني دو سبيسياليتي، عندهم دي زاني دو فورماسيون، عندهم بزاف. راه ما كاينش هاد القضيه ديال لا واه لا ميديسين سو في اون 4 ولا اون 5 ولا هذا، دايرين 6 اه مي موضحين البرنامج. هادو قالوا لهم اون 2022 6، مي خلاوهم عايشين في الضبابيه، خلاوهم في الفلو، كينتظروا يقولوا لهم شنو كاين، بقاو غاديين مع لونسيان بروغرام. دو بلوس شنو كاين في لي ستاج الاقتداد، لي سي اش يو مطرطقين، راه ما كيستافدوش، راه عامره الدنيا عباد الله. حنا كنطالبوا بجوده التكوين، لونكادرومون، وعاد الحقوق ديالهم، عاد ديك لا بوتيت بورس، هذيك هذاك سي لو ديرني دو نو سوسي. حنا ولي ريسك وبزاف وبزاف، وحنا اللي زاد هججنا حنا كآباء هو لو ديسكور ديال الوزير. واش ولادنا حنايا منتوجه عباد الله؟ واش الوزير يرضى اننا ولادو هو نعتوهم بمنتوج؟ راه ماشي بضاعه لا لتبضيع البشريه عباد الله، راه ما نبضعوش البشريه وهدوهم بنقطه صفر. حنا شعب حر. شي حنا لا للتهديد، حنا ما كنتهدوش، حنا مع ولادنا الى اخر رمق، حنا مع ولادنا الى اخر رمق. بغى يعطيهم صفر يعطي صفر، وغادي يشوف ديك الساعه يتحمل مسؤوليه هذا القرار. وكفى من تمرير، كفى من تمرير المعلومات المغلوطه للراي العام. بركه لا تلامد بغاو باش يشتوهم، الوغ كو هما كلمه وحده متحدين. كليه الطب في المغرب كله على كلمه وحده، راه ما بقاش كيخلع كيف ما قالوا الطلبه وليداتنا، تحيه نضاليه ليهم. راه بزاف وتهانوا وليداتنا ديال الرشيديه اللي رئيس الجامعه كيهين فيهم كيقلل منهم، اللي كيقول لهم انا غادي نتمر الكليه وسير بهاد الحوايج غادي يضحكوا عليكم في كليات اخرين. واش هذا مستوى خطابي؟ واش هذا مستوى نقاش؟ واش هذا مستوى مسؤولين باغيين يزيدوا بالبلاد القدام؟